تراجعت صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه عن ترديد ونشر اكاذيب اسرائيل بوجود تهريب للاسلحه الى داخل قطاع غزه عبر الحدود المصريه وكشف تقرير حديث للصحيفة أن قدرا كبيرا من الأسلحة التي تستخدمها الفصائل الفلسطينية يأتي من قوات الاحتلال الإسرائيلية وفقا لما أكده مسؤول الجيش والاستخبارات في إسرائيل كما أشارت التقارير الاستخباراتية الإسرائيلية إلى أن الفصائل الفلسطينية استطاعت تصنيع صواريخها والأسلحة المضادة للدبابات من ألف الذخائر التي لم تنفجر عندما ألقتها إسرائيل على غزة على مدار السبعه عشر عاما الماضيه